واضح ان ريلمي حبت اسم ريلم 12، فقررت انه تقريبا كل موبايلاتها بقى اسمها ريلم 12 حاجة، فعندنا سلسلة ريلمي 12 كبيرة قوي. اخر عضو منضم لهذه السلسلة هو ريلم 12 4G، والحسن الحظ الموبايل ده مميزاته كتير قوي، بس اكتر 3 حاجات مميزين في الموبايل ده شاشة، كاميرا، وقدرة الشحن. كالعادة هنبدأ كلامنا عن التصميم، بس التصميم هنا انا مش هتكلم عنه كتير لانه التصميم بتاع سلسلة ريلم 12 كل واحد تقريبا بس مع اختلاف المواد، فتصميم مألوف جدا بالنسبة للعين وبالذات الكاميرا. اما الشاشة من قدام فتميزها بيبدأ من استغلال الشاشة للواجهة الامامية، هنا الحواف رفيعة جدا فمخلية شكل الشاشة مبهر، والشاشة هنا بتيجي بحجم كبير قريب من 6.7 انش من نوع اميلود مع تردد 120 اطار في الثانية. وكل الحاجات دي رغم ان هي كويسة، لكن المبهر جدا هنا هو ان سطوع الشاشة بيوصل ل 2000 نتس، والرقم ده احنا ما بنسمعوش في الميد رينج، الرقم ده احنا دايما بنسمعه في الموبايلات الهاي اند، وده طبعا بينعكس على سطوع الشاشة وخصوصا تحت الشمس، بيخلي الرؤية اوضح كتير مقارنة بنفس الفئة السعرية. وموجود هنا بصمة تحت الشاشة وشغالة بشكل كويس جدا. اما المعالج فهو سناب دراجون 685، المعالج ده بيحقق على انتوتو بنش مارك في حدود 393 الف نقطة، معالج كويس، بس الجي 99 اللي كان موجود في الريلمي 11 4G اقوى حاجة بسيطة. والموبايل هنا شغال باندرويد 14 وعليه واجهة مستخدم ريلمي يو اي 5.0، لكن ريلمي مركزة هنا على استخدامها للاي اي او الذكاء الاصطناعي، وقدرت تحسن سرعة فتح التطبيقات والتنقل بين التطبيقات بنسبة 5%، والفريم ريت قدرت تزودها بنسبة 10% من خلال استغلال السوفت وير والذكاء الاصطناعي. وزي ما بقول دايما انه من اهم مميزات موبايل ريلمي هو واجهة المستخدم بتاعتها، لانها واجهة مستخدم خفيفة جدا، سلسة جدا، وبتضمن لك استقرار على المدى الطويل في الاستخدام، يعني مش هتاخد موبايل يشتغل معاك اسبوعين او شهر او شهرين وبعد كده تلاقيه قل النص في السلاسة، لا، ريلمي من الشركات اللي واجهة المستخدم بتاعتها سلسة ومستقرة على المدى الطويل. والموبايل بيجي ب 8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت ذاكرة داخلية، وفي امكانية لزيادة الذاكرة الداخلية عن طريق اضافة كارت ذاكرة خارجي، بس وقتها تتخلى عن شريحة من الشريحتين. الكاميرا الأساسية هنا بتيجي ب 50 ميجا بكسل مع OIS أو مثبت بصري، والأهم من المستشعر المستخدم هنا من سوني LYT600، والمستشعر ده قريب جدا من اللي موجود في الريلمي 12 برو، حتى الصور اللي بتاخدها هنا صور مبهرة جدا جدا من الموبايل في الفئة السعرية دي، تفاصيل غنية جدا، ألوان مظبوطة جدا، ديناميك رينج مظبوط بيقدر يوازن بين الأماكن اللي فيها هايلايتس والأماكن اللي فيها شادو، والأهم إن المثبت البصري اللي موجود هنا بيخلي الكاميرا ثابتة جدا أثناء التصوير، وده بينفعك بالذات لو هتعمل زوم لـ2 إكس زوم. الـ2 إكس زوم هنا بيحصل عن طريق إنه بيحصل كروب للمستشعر او للصورة اللي طالعة، يعني بيحصل بشكل رقمي مش شكل حقيقي، بس في نفس الوقت بيطلع بصورة جودتها عالية جدا مقارنة بان هو بيحصل بشكل رقمي. وطبعا المثبت البصري ده مش بس بينفع في الصور، بالتأكيد هو فايدته الاساسية اصلا في الفيديو، فالفيديوهات هنا طالعة بشكل ثابت جدا حتى من دون ما تشغل التثبيت الالكتروني، موجود هنا تثبيت بصري حقيقي وتثبيت الكتروني، لو شغلت الاثنين الفيديو بيطلع ثابت جدا، لكن كمان لو ما شغلتش التثبيت الالكتروني استيل الفيديو هيطلع ثابت جدا، ودي نقطة كويسة جدا لانه بتاخد ساعتها حجم الفيديو كامل مش بيقصلك اي حاجة من الفيديو. ولو في نقطة زعلتني في الموبايل هنا فهو ان الموبايل ما بيدعمش تصوير فيديو بدقة 4K، اللي موجود دقة 1080 بس، فكنت اتمنى ان الموبايل يدعم تصوير 4K في الفيديو. والكاميرا الامامية هنا بتيجي بدقة 16 ميجا بكسل، بتقدم سكين تون او لون بشرة مظبوط جدا، تقدم دايناميك رينج بيوازن بين اماكن الهايلايتس اللي ممكن تكون لاسعة ووراك لو انت بتتصور بالذات بالنهار، وبين اماكن الشادو اللي بتكون موجودة سواء في جسمك او في وشك، فالصورة بتطلع بشكل جمالي في الاخر. والبطارية هنا 5000 ملي امبير، ودايما دايما ريلمي مميزة بحتة الشحن السريع، الشحن الموجود هنا هو ال 67 واط، الموبايل بيشحن من 1 لـ50% في 19 دقيقة بس، وبيكمل ل 100% في حدود 44 دقيقة، فأرقام شحن كالعادة مميزة جدا. وبالنسبة للسبيكر اللي موجود هنا فموجود دول سبيكر، صوتهم عالي ونقائهم مقبول جدا في فئتهم السعرية، لكن النقطة الأهم بالنسبة لي واللي دايما بكون حريص الأيام دي إن هي تكون موجودة في أي موبايل برشحه هو وجود الـ NFC، علشان طبعا عدادات الكهرباء والمية الجديدة كلها بتتشحن من خلال الـ NFC، فتقدر تشحنها من موبايلك وما تبقاش مضطر إن أنت تنزل تشحن كروت الكهرباء والمية. والموبايل مقاوم للأتربة وقطرات الماء، والشاشة هنا فيها حاجة لذيذة قوي إنه الشاشة لو عليها رذاذ ماء بتقدر تشتغل بشكل عادي وما بتعلقش معاك زي ما معظم الموبايلات بتعلق اول ما يجي عليها نقطة مية. طيب الموبايل سعره كام؟ الموبايل المفروض هينزل السوق المصري في حدود 13000 جنيه، وطبعا عند التجار هتلاقيه ارخص شوية، ممكن يكون في حدود ال 12000 جنيه. السؤال الاهم بقى، هل هو اختيار مميز في فئته السعرية؟ الاجابة بدون تردد
شاشه بيوصل لسطوعها ل 2000 نتس، مفيش موبايل بينافسه في الفئه السعريه في الحته دي. بتشحن 50% تقريبا في 19 دقيقه مع كاميرا خلفيه هي الافضل في فئته السعريه، مع وجود ان اف سي وبصمه سريعه تحت الشاشه ودول سبيكر. يمكن معترض بس على نقطه ان مفيش تصوير 4K، لكن ما تخلينيش مرشحش الموبايل، حقيقي موبايل مميز جدا 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 في فئته السعريه. وبس دي كانت كل حاجه في الفيديو ده، بس بالتاكيد لسه عندنا اكتر بكتير جدا في الفيديوهات الجايه، فممكن تتابعني هنا، تعمل سبسكرايب، ممكن لايك للفيديو او ديسلايك لو ما عجبكش، وممكن تعمل فولو على فيسبوك انستجرام تيك توك. كل اللينكات دي موجودة تحت الديسكريبشن. وكالعادة كان معاكم احمد بن حد، استنوني الفيديو الجاي. سلام.